رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا. منورنا دلوقتي في الاستوديو استاذ عمرو فوزي نائب رئيس تحرير الاهرام. مساء الفل على حضرتك. مساء الخير على حضرتك استاذ شيماء، مساء الخير على جميع منورنا كالعاده في كلام في الميديا. سي ربنا يخليك يا رب دايما. عندنا طبعا كلام كتير عن لقاء بكره، لقاء النادي الاهلي في دور ال 32 من بطوله دوري ابطال افريقيا قصاد جيما الاثيوبي بكره ان شاء الله على ملعب اديس ابيبا الساعه 3 عصرا. هيواجه النادي الاهلي جيما الاثيوبي. طبعا اللقاء هنا لقاء الذهاب انتهى على ملعب برج العرب بهدفين نظيفين، وكان طبعا النادي الاهلي كان النادي الاهلي يقدر ان هو يسجل الكثير من الاهداف لولا طبعا سوء التوفيق في يعني انهاء الهجمات زي ما بنقول. متوقع ايه اللقاء بكره ان شاء الله؟ متوقع ان شاء الله المباراه يعني الاهلي هيصعد بنسبه كبيره جدا ان شاء الله. بس كره القدم ما فيهاش طبعا يعني توقعات ممكن تبقى، لكن انا شايف ان الاهلي فرصته عاليه جدا. الفريق الاثيوبي مش فريق قوي خالص، فريق جيما انا شفت فريق ضعيف جدا، كانت محدوده جدا. الماتش الاولاني كان ممكن يخلص 7 8 عادي جدا مستريحين حقيقي. ضيعنا جوان كتير جدا. النادي الاهلي وصل للشباك 9 مرات ولكن لم يترجم غير فرصتين بس لهدفين. ضيعنا جوان ما تضيعش يعني، في كور بتبقى جوه 6 ياردة حظه يعني، الحظ فعلا كان سيء جدا للعيبه كتير. ما كانش فيه توفيق للعيبه كتير. اعتقد بكره ان احنا ممكن الاهلي كمان يفوز في مباراه بكره. احنا عندنا مشكلتين فقط في مباراه بكره. المشكله الاولانيه هي الليك اوف اوكسجين، النقص الاكسجين عشان ارتفاع عن سطح البحر بمسافه كبيره، ودي اعتقد. ولكن انا اعتقد ان النادي الاهلي ياما لعب في افريقيا ودي مشاكل افريقيا دايما نقص الاكسجين. بس اللعيبه الموجوده حاليا كلها لعيبه صغيره ما لعبتش في اثيوبيا قبل كده معظمها. هي الاجهاد ده بيبان بعد الشوط الاولاني، مش هيحسوا بيه غير في الشوط الثاني. فلازم كابتن محمد يوسف يبقى مجهز اللعيبه على ده، ان هو يخليهم يبقوا عندهم ازاي يقدروا ياخدوا الوقت كله في ان يستعملوا المجهود البدني بتاعهم على مدار المباراه كلها. المشكله الثانيه اللي انا حاسسها انها هتبقى موجوده بكره هي في المساكين. احنا ما عندناش بدلة خالص في المساكين غير سالف كولوبالي وايمن اشرف ومحمد هاني، دول الثلاثه اللي موجودين اللي ممكن يلعبوا مساكين بكره. لو علي معلول لعب هيبقى عند حضرتك بديل فيهم كويس، فدي هتبقى ميزه لو علي معلول لعب بكره من بدايه المباراه يعني. لو جيت سالتك على تصريحات كابتن محمد يوسف اللي قال فيها ان مباراه العوده مش هتكون سهله ابدا على النادي الاهلي، طبعا دي تصريحاته امبارح، بس يمكن كابتن محمد يوسف دايما ما بيحبش يتفائل بزياده. لا ده شيء من النادي الاهلي كلها ومن كل جميع مدربين النادي الاهلي، لازم يحسس اللعيبه ان المباراه سهله او صعبه، لازم يحسس اللعيبه ان المباراه على قدر الاهميه وان المباراه صعبه ايا كانت نتيجتها وايا كانت ايه النتيجه السابقه للمباراه اللي قبل كده. حتى ساعات كنا كسبانين 4-5 وتلاقي ان المباراه الثانيه برضو مباراه صعبه، ده طبيعي عشان اللعيبه تاخد المباراه باهميتها وتديها حقها وانها ممكن تفوز في مباراه بكره عادي جدا. صحيح صحيح. طيب لو اتكلمنا عن النادي الاهلي وعن اهم الملفات اللي انجزت في الفتره الاخيره، فاكيد هنتكلم عن المدير الفني القادم للنادي الاهلي اللي ان شاء الله باذن الله هيمسك مهامه القياديه للنادي الاهلي من يوم 28 ديسمبر القادم، مارتين لاسارتي المدير الفني الاوروغواني. شايف اختيار لاسارتي عامل ازاي؟ الصراحه ما كنتش متوقع ان يبقى الاختيار من مدرسه الامريكا اللاتينيه. اختيار موفق جدا جدا جدا، مدير فني على مستوى عالي جدا من الكفاءة الخططية والفنية. عنده جراءة هجومية مش موجودة دي، عنده يتسم بقوة الشخصية. صحيح. كمان هو متابع جيد للكرة الحديثة، وهو هيبقى مدرسته الفترة الجاية حضرتك هتشوفي معاه ان هو بيلعب كرة هجومية شاملة، هي دي ميزة عنده. صحيح. ان هو بيعتمد على الهجوم بسبع او ثمان لعيبة في المباريات، وبيعتمد على ان يبقى الارتكاز عندك قليل قوي. وميزته ان هو عنده تغيير خططي جامد جدا، احنا ما شفناش الاهلي بيغير خططه بقاله فتره، بيلعب بنفس التكتيك 4-2-3-1 في معظم المباريات. صحيح. المدير الفني الجديد عنده جراءه هجوميه وعنده تكتيكس مختلفه في مباريات كتير، هيبقى عنده قرايه للملعب بشكل مختلف. بيستخدم اساليب كتير جدا في تدريباته، وانا تابعته في الفتره اللي فاتت مع رويال سوسيداد، وبعد كده لما راح اورجواي مع فرقه ناشيونال اللي كان ماسكها الموسمين اللي فاتوا. هو ميزته ان هو بيقول حضرتك انا بلعب كره هجوميه شامله، دي نمره واحد. نمره اثنين انا لو دخل فيها جون ممكن اجيب اعوضه ب 10 اجوان مش بجون او بجونين بس. فهو هيبقى عنده جراءه هجوميه. صحيح. طيب بعيدا عن مارتين لاسارتي المدير الفني القادم ان شاء الله للنادي الاهلي اللي هيبتدي او هيمسك مهامه كمدير فني من يوم 28 ديسمبر القادم،
نروح للصفقات اللي فعلا تم التعاقد معاها، محمد محمود، محمود وحيد كمان اللاعب الانجولي جيرالدو. صحيح، شفت الصفقات دي ازاي؟ حتى الان تدعيمات قويه. جيرالدو ده لاعب في الدوري البرازيلي، يعني في انجولا ولعب في الدوري البرازيلي، عنده 27 سنه، عنده خبرات افريقيه مع فريق أغسطس الأنجولي. ويمكن هو كمان شد انتباه كل الناس في الموسم بالزبط. اللي فات من دوري أبطال أفريقيا مع بريمير دي أوغوستو. بقى له موسمين فعلا متألق جدا، سريع، لعيب سريع، عنده إمكانيات مهارية عالية، هيفيد الأهلي جدا كجناح يمين، والأهلي هيستخدمه في الفترة الجاية كويس جدا لأن هو لعيب عنده إمكانيات عالية جدا. أكيد. محمود وحيد طبعا باك شمال، احنا محتاجين باك شمال احتياطي لعلي معلول لان علي معلول بيتصاب كتير. صحيح، لان انا شايف ان احنا كنا محتاجين تدعيمات في المساكين، فانت حضرتك اوريدي ما عندكيش بديل غير ان انت تلعب ايمن اشرف مساك، يبقى عندك كده اوريدي دعمت بايمن اشرف. اعتقد ان ده وجهه نظر لجنه الكوره بقياده الكابتن محمود الخطيب ووجهه نظر الجهاز الفني، يعني ان هو مش عارف يعمل تدعيمات كويسه في المساكين، فجاب باك شمال عشان يقدر يخلي ايمن اشرف يبقى مساك. يعني محمود السلمي صانع العاب كويس، لسه ما شفناهوش. صحيح، يمكن بس ما ظهرش غير في لقاء واحد، لقاء ودي للنادي الاهلي، كمان اكيد متابعين قناه النادي الاهلي شافوا اللقاء ده لانه اذاع في نفس اليوم بس متاخر. سمعنا اشاده كبيره جدا باللاعب ده، او ويمكن كانت تعليقات كل الحاضرين للقاء كانوا بيشيدوا بمستواه. بالظبط، عنده مهارات عاليه جدا. لكن لازم نشوفها مع الفريق الاول، مش مع فرق الناشئين او الماتشات الوديه. صحيح، بتفرق جدا اللاعب لما يلعب تحت ضغط جماهيري او يلعب تحت ضغط الفرق، ماتشات اساسيه غير الماتشات الوديه خالص. ابتدت التكهنات بتقول ان خلاص النادي الاهلي قد يستغنى عن صليف كوليبالي عشان يقدر يأيد جيرالدو. ما هو انت حضرتك دلوقتي انت بقى لغتي الثلاث لعيبه المحترفين الاخرين بان هم موجودين مع النادي الاهلي. صحيح، صليف كوليبالي الوحيد اللي هو اوريدي الاهلي مش ماضي معاه عقد، انت جايبه سنه، فهو الوحيد اللي ممكن الاهلي يستغنى عنه. صحيح، الفتره الجايه لو هيلاعب جيرالدو. احنا لو وصلنا فعلا علي معلول، وليد ازارو، جونيور اجايي، فالطبيعي ان يعني هيبان الاسبوع الجاي لو هنسجل جونيور اجايي ولا لا في انتقالات يناير. جونيور اجايي المفروض يتسجل، هيتسجل او الاهلي ممكن يعيره، ما اعتقدش، يعني اعتقد الاهلي هيسجله. قصة ان هو رجع خلاص، ابتدى يتمرن بقاله فترة وابتدى ياخد على الملعب، واعتقد ان هو هيبقى ليه دور الفترة الجاية مع مستر مارتن. طيب خليني اسالك كمان عن جيرالدو. جيرالدو مش هيقدر ان هو يلعب مع النادي الاهلي او يقيد في القائمة الافريقية بسبب ان هو شارك مع اول اغسطس. سمعنا طبعا بعديها او حصل بعديها اعتراضات كتير جدا على الصفقة دي، لان هم شايفين ان الاهلي مش هيستفيد بالقدر الكافي من اللاعب ده دلوقتي. دايما الاهلي بيبص للبعيد. للبعيد دايما الاهلي مش بيبص ان هو اجيب لعيب يلعب بيه دلوقتي، لا، انا الاهلي اوريدي عنده ذخيره من اللاعبين في كل المراكز. وده حقيقي، لو لاحظتي ان كل لعيبه الاهلي حاليا ناشئين وصغيرين في السن وبيلعبوا بقالهم في الدوري اربع او خمس سنين، وكلهم لا يتعدوا ال 20 21 سنه. يعني حضرتك ستة او سبعة لعيبه لا يتعدوا 21 سنه حقيقي بيلعبوا في الدوري اربع خمس سنين اوريدي موجودين في النادي الاهلي حاليا، ابتدوا ياخدوا خبرات. فانت اوريدي مش فارقه معايا ان هو يلعب الافريقي دلوقتي، بس هيلعب مع الاهلي 3 4 5 سنين جايين، وهيلعب في الدوري وهيلعب في الكاس وهيلعب في البطوله العربيه لو شاركنا في البطوله العربيه السنه الجايه. فاوريدي انت بتجهزي فرقه للسنه الجايه مش للسنه دي بس، انت نص الموسم السنه دي خلاص خلص. صحيح. طيب خليني برضو اسالك عن اهم تصريحات لاسارتي، مارتين لاسارتي، المدير الفني القادم للنادي الاهلي، خلال المؤتمر الصحفي اللي اتعمل عشان يتقدم فيه مارتين لاسارتي. يمكن من اهم تصريحاته قال انا فخور جدا اني هدرب نادي زي النادي الاهلي، انا كنت سعيد جدا لما عرفت ان هاجي النادي الاهلي، النادي الاهلي هو النادي الاكثر تتويجا، فانا اكيد طبعا صحيح، فانا اكيد طبعا فخور ويشرفني ان انا اكون قائد هذا الفريق. شفت التصريحات دي ازاي؟ النادي الاهلي اسم كبير، النادي الاهلي اسم كبير جدا على مستوى العالم، احنا لازم نبقى حاسين ده. النادي الاهلي من اكثر الفرق تتويجا على مستوى العالم، بينافس ريال مدريد على اكثر الفرق تتويجا على مستوى العالم، فاحنا لازم اي مدير فني بيجي الاهلي بيرفعه عالميا جامد جدا. لو نجح مع النادي الاهلي بيعمل له اسم وشهره جامد جدا. أكيد. خارجيا وعربيا وافريقيا وعالميا، فهو طبيعي ان هو يبقى مبسوط ان هو جاي مره النادي الاهلي. هو مدرب واقعي، تصريحاته كلها كانت واقعيه جدا،
هو قال ان هو مش بيقعد بحاجه السنه دي، لكن لازم يشوف الفرقه هو اللي هيختار اللعيبه. صحيح. وهو هيكمل يقعد. هو ايه، انا مش ما مش هوعد بحاجه السنه دي، بس انا هحاول على قد ما اقدر ان انا ارجع النادي الاهلي لمكانه الطبيعي. لان الاهلي بينقصوا الكره الجميله لغايه دلوقتي، لسه يعني بنكسب بقالنا كذا ماتش، لكن مش هو ده الاداء اللي الجمهور مستنيه من النادي الاهلي. الكره الجميله اللي احنا شفناها مع مانويل جوزيه 10 سنين متواصله. فده معناه ان لاسارتي مش هنقدر نحاسبه على نتائج الفرقه في المرحله اللي جايه، لان هو هيجي يمسك الفرقه من منتصف الدوري الممتاز. خلاص الدور الاولاني اتمنى انتهى. واحنا طبعا في مباريات افريقيا، في وسط مباريات الافريقيه في الموسم الحالي، هو الموسم استثنائي اصلا. مش هنقدر نحاسبه على النتائج القادمه. اتمنى ان تكون سياسه الاهلي ان هو ما نحاسبوش على نص الموسم اللي هو هيمسك فيه النادي الاهلي، ونديله فرصه اطول. صحيح. خاصه احنا جبنا مدرب كويس بيلعب كره كويسه، هيدي شكل مختلف للفرقه. هنشوف يعني الاهلي يهمه برضو الاداء، ومشكله النادي الاهلي طول عمره انه بيهمه الاداء يكون اداء جميل مع الفوز. فمش اي مدير فني يقدر يعمل ده في فتره قصيره، لازم تديله فتره طويله يبان فيها شغله التكتيكي في الملعب، التكنيك سايد بتاعه في الملعب، هل هو غير شكل الفريق في الملعب ولا لا؟ هل خلى منظر الفرقه مختلف؟ هل في تكتكس معينه بتتعمل او لا؟ كل ده هيبان مع الفتره الجايه، واعتقد ان هو هيعمل ده. أكيد. وعندي امل كبير ان هو هيبقى ليه شكل مختلف خالص، ان هو بيلعب كوره كمان يعني حديثه خالص، بيلعب بستايل على طول في كل الماتشات، وبيلعب بحاجه في التكتكس اسمها لودنج اند ايزوليشن، ان هو ازاي اعمل جانب من جوانب الملعب كله في كثافه عاديه كبيره جدا من اللعيبه، واقدر اعزل الجانب الثاني واسيب فيه مساحات خاليه للاعبين اللي جايين من الخلف. صحيح. عشان يقدروا يعملوا صناعه اهداف او يصنعوا اهداف او يجيبوا اهداف. هيخلي دايما فكر المدربين الثانيين والفرقه اللي بتلعبك انها رايحه لجانب من جانب الملعب، دايما حضرتك هتحسي ان هو واخد جنب يمين او جنب شمال بخمس لعيبه عشان اقدر اعزل الناحيه الثانيه خالص. ده بيعملها في كل ماتشاته، واعتقد ان هو هينجح فيها مع النادي الاهلي، وكان مانويل جوزيه كان بيعملها مع الاهلي قبل كده. طيب جيرالدو، محمد محمود، محمود وحيد والسلمي، دي صفقات اللي تعاقد معها النادي الاهلي حتى الان، شايف ايه اللي ناقص النادي الاهلي كمان؟ انا قلت المره اللي فاتت وبقول تاني، الاهلي محتاج مساكين سرد باكات على وعي خططي وتكتيكي عالي، خاصه المدير الفني الجديد بيلعب كره هجوميه جامده جدا، كره هجوميه شامله، هيهاجم بسبع ثمان لعيبه، لازم يكون في اثنين مساكين عندهم وعي خططي. مش مهم انا مش محتاج مساك على فكره عنده سرعات، ولا محتاج مساك عنده قوه بدنيه، ولا محتاج مساك عنده خبرات، هو هيبقى محتاج مساكين عندهم مهارات كره القدم، ومساكين عندهم وعي تكتيكي عالي جدا. صحيح. سمعنا النهارده في منشطات الجرايد عن النادي الاهلي بيفاوض ديفندر ان بي. شفت ازاي المنشطه؟ سمعت برضو زي ما حضرتك قلتي. بس اعتقد ان الاهلي حاليا مش محتاج هاف ديفندر. الاهلي محتاج تركيزه كله في السيرد باكات. احنا اوريدي عندنا هاف ديفندرات كويسين، ثلاث لعيبه، حسام عاشور، عمرو السوليه، هشام محمد. اوريدي عند حضرتك بعد كده انا شايف كريم نيدفيد ممكن يلعب هاف ديفندر، يعني لعب الماتش اللي فات لعبه هاف ديفندر بس يمين شويه. اجاد في المركز ده، هو جوكر بيلعب في اي مركز. صحيح. يعني ولد مصدوم جدا، ما خدش لسه فرصته، لما لعب الثلاث اربع ماتشات اللي فات بان فعلا ان هو لعيب مؤثر في النادي الاهلي وممكن يلعب في اي مركز. اكيد. عند حضرتك اكرم توفيق برده لعيب كويس ما خدش فرصه كامله لسه. فاحنا اوريدي احنا عايزين نغطي المراكز اللي احنا محتاجينها اوريدي، اللي هي فيها ثغرات، اللي ما عنديش غير مساك او اثنين فقط في الفرق. انا شايف برضو ان كان في تصريحات حلوه جدا ان هم الفتره الجايه، كابتن سيد عبد الحفيظ كان بيقول ان هو هيدي فرصه مع كابتن مارتن ان هو يشوف اللعيبه الناشئين اللي تحت 20 سنه، يطلع منهم يصعد منهم كذا حد، فيا ريت نصعد مساكين فيهم، نشوف نديهم فرصه. احنا بقالنا سنتين ثلاثه ما بنصعدش يعني لعيبه من الناشئين خالص في النادي الاهلي. طيب خلينا نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا مع حضرتك. فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا معاكم. رجعنا سريعا ولسه معاكم النهارده كلامنا والقناة مع استاذ عمرو. عايز اسالك بقى عن تنظيم امم افريقيا، او الملف دلوقتي بعته خلاص اتحاد الكوره المصري للكاف عشان نستضيف امم افريقيا 2019، اللي عرفنا ان في خمس محافظات، هم المحافظات اول ما اللي فيهم ملاعب اساسيه لاستضافه المجموعات او البطوله: القاهره، اسكندريه، بورسعيد، اسماعيليه، والسويس. شايف ازاي الملف ده؟ يعني احنا دلوقتي
كان عندنا طبعا مشاكل في الفتره الاخيره يمكن بالعافيه بالعافيه سمحنا ل 5000 من الجمهور جمهور الانديه ان هم يحضروا مباريات النادي بتاعهم. طبعا معوج كمان شروط لازم يلتزم بيها نادي 3500 من اعضاء الجمعيه العموميه للنادي و 1500 بس من الفريق الاخر. شفت ازاي او شايف ازاي مصر تقدر تستضيف او تكون البلد اللي هتنظم بطوله كاف كان 2019؟ شايف ان مصر قادره طبعا انها تنظم بطوله، نظمناها قبل كده في 2006 ونظمناها كذا مره، استضفناها في كذا مره قبل كده سنه 86 كمان اعضاء. يعني شايف ان هي فرصه ان الجمهور يتوحد، ان فرصه ان الجمهور ما يبقاش عنده التعصب. احنا بنبعد الجمهور عن التعصب بحاجه زي كده، بان هو يتلم كله على المنتخب المصري، لان هو ده الهدف اساسا من كل الانديه ومنافسات كل الالعاب في الدوريات، ان انت تعملي منتخب قوي. صح. الناس بتنسى ده كله وتبتدي تبقى ده حقيقي. يعني بس 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 ده لا ينطبق على 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 جماهير الانديه. يعني انت لو جيت تقول الكلام ده لجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الزمالك، جمهور هيقول لك الاهلي الزمالك اهم. ما احنا بنعمل ده عشان كده، يعني لما يبقى في تنظيم بطوله عندنا تبتدي تبعد اللود شويه عن الانديه والضغط الجماهير عن الانديه، وتبتدي الجماهير تروح للمنتخب اكتر بعيدا عن التعصب. لكن والبطوله مش هيبقى فيها تعصب، لان انت كله بيشجع منتخب مصر، عكس الماتشات الدوري وماتشات الانديه الداخليه اللي بيبقى فيها تعصب طبيعي، لان انديه مصريه مع بعضها او ضد بعضها بيبقى فيها تعصب طبيعي. لكن الموضوع هيكون مختلف تماما اكيد. بيبقى سهل جدا للجهات المسؤوله عن التنظيم والجهات الامنيه وانها تنظم البطوله، مش هيبقى فيه مشكله الاساسيه اللي هي المشكله مع الجماهير. صحيح. التعصب الجماهيري مش متواجد. ده اللي كنا شايفينه في 2006. صحيح بالظبط، مش طيب. التعصب الجماهيري. خليني اسالك من وجهه نظرك، شايف ان مصر مستعده يعني من حيث بقى البنيه التحتيه، الملاعب، فنادق الاقامه، تامينات البعثات او تامينات المنتخبات القادمه؟ طبعا عندنا امكانيات لكل ده بسهوله جدا نقدر نعمل ده. وثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة قال ان احنا جهزنا ملف كامل للبطولة بيشمل الملاعب والفنادق والمستشفيات والطرق والتأمينات، يعني ملف شامل لكل حاجة. وقال ان الخمس محافظات اللي هتستضيف البطولة، وقال كمان ان هو كان نفسه يبقى ان الصعيد يبقى فيها ملعب او حاجة، بس نظرا ان البطولة هتقام يعني في يونيو هيبقى حر جدا في الدور. صحيح. في محافظات الصعيد انها تستضيف البطولة. اكيد اكيد. فهم دوروا على المدن الساحلية اكتر انها ممكن تستضيف البطولة، يبقى الجو فيها يعني صيفي شويه كويس اهو. بالظبط. صحيح. طيب اكيد طبعا تنظيم بطوله مهمه زي بطوله الكان او دوري او الامم الافريقيه ده اكيد بيرجع بالنفع على البلد المستضيفه، ترويج للسياحه، الناس كلها بتبقى عينيها على البلد دي، بيكونوا مركزين مع البلد دي وبيبتدوا يتابعوها اكتر ويعرفوها اكتر. فاكيد طبعا لو ان شاء الله باذن الله مصر اخذت او كان ليها حظ ان هي تنظم امم افريقيا 2019، لازم يكون في وعي بقى جماهيري كبير جدا عشان نعكس صوره الشعب المصري الحقيقي للعالم كله. طبعا الرياضه اساسا ان هي يعني بتوصل الشعوب الحضارات بتاعه الدوله. الرياضه بقت وسيله مهمه جدا انها تبين للشعوب الدول نفسها. فطبعا دي مطلوبه، يعني ان احنا نبين للعالم كله ان مصر دلوقتي بلد امنه وبلد ما فيهاش مشاكل زي قبل كده وعندها قابليه انها تنظم بطوله واثنين وثلاثه واربعه. صحيح. استاذ عمرو فوزي نائب رئيس تحرير الاهرام، نورتنا النهارده في كلام في الميديا. اكيد استمتعنا بوجودك معانا النهارده في قناه